ومن مواضيعنا ايضا كلنا عرفنا بمسلسل او عرفناه بمسلسل هيبه بشخصيته القويه ومواقفه الرجوليه الفنان عبده شاهين. وفي ظل الاوضاع الصعبه اللي قاعدين يعيشونها الناس قرر يساعد افراد مجتمعه ويسوي مبادره من شخص مع شخص ثاني بتوزيع 150 ربطه خبز يوميا بالمجان للناس على حسابه الخاص عشان يساعدهم واللي مو قاعدين، خاصه الناس اللي مو قاعدين يطلعون من بيوتهم. فعلا. الفنان عبده معانا مباشره عبر سكايب، نرحب فيك ويعطيك الف عافيه على هذه المبادره. وبالبدايه طمنا عليك وكيف الاوضاع وكيف يعني اجواءك في الحجر المنزلي؟ مرحبا، اول شيء اهلا وسهلا، صباحكم يسعد صباح الكل يا رب. حياك. انا يعني مثل ما قلت انت ذكرت علينا بالصبر بهي الفتره فعلا. ان شاء الله تقطع الازمه على خير والكل عن جد يبقى ببيته. نصيحة للكل، الكل يحس حاله خطر على البقية يعني ويحس البقية خطر عليه. نعم. هالفترة وإن شاء الله بتقطع خير وسلامة بإذن الله. الوطن العربي بإذن الله. طيب في البداية المبادرة اللي قمت فيها مبادرة نبيلة، ولكن لماذا توزيع أكياس رغيف الخبز بالتحديد في وقت يزيد فيه الطلب على الكمامات والقفازات والمواد المعقمة؟ نحن بلبنان كان عندنا أزمة اقتصادية قبل ما نفوت بأزمة كورونا والمرض، فنحن نعاني من يعني من إشكالية إنه العائلات اللي بدها تحجر حالها، الناس اللي بدها تحجر حالها، جزء كبير منا خاصة اللي بيشتغل بشكل يومي مثل شوفير التاكسي، مثل عامل الباطون، مثل صار عندهم أزمة بقوتهم اليومي بحليب الأطفال، ب حتى انه يقدروا يجيبوا مواد تنظيف لمكافحه الكورونا بهي الاوضاع. نعم. كثير وعم نعاني من الاحتكار على كل السلع الاساسيه اللي عم تطلبها الناس. فقمنا انا وصديقي بلشنا بمبادره فرديه لتوزيع 150 ربطه خبز. حل. بعدين تعدت الخبز صارت مواد غذائيه، انما لاحظنا في ضغط كثير كبير على الارض. نعم. رجعنا أطلقنا مع مجموعة من الإعلاميين والممثلين والفنانين اللي رافضين يصرحوا عن أسمائهم. نعم. مبادرة اسمها مبادرة عقبنا، نحن كلنا سوا كنا نلتقى بساحات 17 تشرين، قررنا اليوم نطلق مبادرة بدون بس اسمها مبادرة على قدنا، تقدر تجمع. نعم. كل اللبنانيين بدون أي خلافات، بدون أي مشاكل، بدون أي عنصرية، بدون أي طائفية. طيب خبرنا كيف يتم التوزيع، هل انضم للمبادرة متطوعين معك؟ نحن كتار أكيد متطوعين كتار، عم نجرب نجمع حاليا أكبر عدد من التبرعات لنقدر نوصل لأكبر عدد من الناس المحتاجة. لليوم لمبارح عندنا 5000 طلب على جميع الأراضي اللبنانية. ضغط كبير، الأزمة كتير كبيرة. نعم. عندنا خوف بأنه الناس ما تعود تستحمل تقعد ببيوتها. نعم. نتيجة عوزها الاقتصادي. نعم. طيب أستاذ عبدو، الآن هذه المبادرة هي فردية ولكن هي أكيد يعني لها تأثيرها، وإن شاء الله أنه هذه المبادرة تكبر وتتوسع، ولكن من وجهة نظرك الشخصية كيف تشوف دور الفنانين الآن سواء في يعني في بلدنا لبنان أو في وطننا العربي بشكل عام؟ يعني كل إنسان قادر اليوم يعمل مبادرة فردية، يستخدم شهرته، يستخدم أي شيء ممكن. نعم. نعم. انقطعت صوتنا معك، يمكن مو الانترنت، الكهرباء. الكهرباء الاول شحنها كذا. اتمنى لها ان شاء الله السلامه، وتحياتنا لها وتحياتنا لكل الفنانين اللي يقومون بهذه المبادرات، فعلا مبادرات مهمه